بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة سنعرض اليوم صورة كونية أذهلت العلماء، تم نشرها في الأيام القليلة الماضية، حول الحبك في الكون. الحقيقة هذا البحث أيها الأحبة بدأ العلماء بدراسته منذ البدايات المبكرة للقرن 21، يعني منذ عام 2000 أو قبل 2000 بقليل. حتى اليوم يستخدمون السوبر كمبيوتر ويستخدمون عمليات برمجية معقدة لرسم هذه الصور، ولكن المفاجأة اليوم أن هذه الصورة هي صورة حقيقية، صورة حقيقية التقطها علماء من فرنسا. سنتأمل هذه الصورة أيها الأحبة التي أذهلت العلماء. انظروا أحبتي في الله، هذه الصورة طبعا عبارة عن مليارات من النجوم، وبخاصة النجوم القزمة. انظروا أيها الأحبة كم هذه الصورة رائعة جدا الحقيقة، من أروع الصور التي تم التقاطها في القرن 21 وبخاصة عام 2021. انظروا هنا أيها الأحبة، كل نقطة، يعني هذه النقطة الصغيرة هي مجرة أو تجمع للمجرات، هذه النقطة هنا تجمع للمجرات، هنا النقاط الصغيرة جدا التي لا نكاد نراها هي مجرات، كل مجرة فيها بحدود 100,000,000,000 شمس كشمسنا. يعني هذه النقطة الصغيرة التي نراها هنا مثل ذرة صغيرة نراها، هذه ليست نجما، هذه مجرة فيها ربما مئات المليارات من النجوم أو الشموس، لأن الشمس التي سخرها الله لنا هي نجم، بالنتيجة نجم مثل بقية النجوم. الشيء المحير أيها الأحبة أنه لا توجد قوة في الكون تستطيع أن تتنبأ بهذه البنية الكونية النسيجية التي على شكل حبك قبل 14 قرنا إلا قوة الله تبارك وتعالى. لا يمكن لإنسان مهما بلغ من العلم، وبخاصة أن حبيبكم عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه هذه الآية في مكة المكرمة في أوائل الدعوة، في سورة الذاريات. سورة الذاريات سورة مكية نزلت مبكرا في مكة المكرمة، حيث كان النبي يسعى لإقناعهم بكلمة لا إله إلا الله، كان يريد منهم فقط أن يعترفوا بوجود الله. أنزلت عليه هذه الآية العظيمة، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يعني مضطرب متناقض، آية تخاطب الملحدين حتى اليوم. سبحان الله، كأنها أنزلت اليوم، كأن الله يريد أن يقول لهؤلاء المشككين والملحدين والذين يطعنون بالإسلام ويحاولون تشويه صورة الإسلام، أنتم تنادون بالعلمانية وتنادون بالعلم أو العلمانية، أنتم تدعون أنكم تتبعون العلم والحقائق العلمية، من يستطيع أن ينبئكم بصورة كونية؟ أنتم من التقطها عام 2021، من يستطيع أن يتنبأ بهذا الحبك الكوني، هذه البنية النسيجية للكون قبل 14 قرنا وفي مكة المكرمة وفي ظل بيئة تعبد الأصنام، في ظل بيئة متخلفة جاهلة، يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السماء ذات الحبك. انظروا عظمة هذا النبي، كيف يريد أن يرتقي بهم. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتقي بكم أيها المشككون، يريدكم أن تنظروا إلى أسرار السماوات والأرض. لذلك عندما اتهم هؤلاء الملحدون والكفار، اتهموا النبي أنه جاء بالأساطير، كما يتهمونه اليوم على الإنترنت والفضائيات أنه يروج للأساطير، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم،
ماذا أمره أن يقول؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الله الذي أنزل القرآن هو الذي يعلم أسرار السماوات والأرض، ويعلم هذه البنية النسيجية التي يسميها العلماء اليوم الحبك، الحبك الكونية. هذه البنية النسيجية، هذا السر الكوني أنبأكم عنه القرآن. إذا أردتم أن ترتقوا بأنفسكم وتفكيركم وأن ترتقوا وتسمو إلى السماء، فانظروا إلى هذه السماء وإلى أسرار السماوات والأرض. ولكن على الرغم من إلحادكم، الله غفور بكم. على الرغم من جحودكم، الله رحيم بكم، إنه كان غفورا رحيما. سبحان الله، نداء في قمة الرحمة. وهذه رسالة لأولئك الذين يتهمون الإسلام بالعنف، يتهمون أن هذا الإله العظيم يريد أن يعذب الناس. لا، يخاطبهم بالمغفرة والرحمة وهم يخاطبونه بالتشكيك والتزوير والأساطير، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. اتهموه بالكذب، بالسرقة الأدبية. على الرغم من ذلك قال لهم، قل أخبرهم يا محمد، هؤلاء لا يعلمون، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هل هناك نداء أرحم من هذا النداء أيها الأحبة؟ لذلك هؤلاء الذين تشاهدونهم على شبكات الإنترنت يذهبون لروايات غير صحيحة ولا نعترف بها، ليطعنوا بهذا النبي الكريم ويطعنوا بالقرآن الكريم. هذا كلام فارغ. إذا أردتم أن تعلموا حقيقة الإسلام، اقرأوا القرآن. القرآن هو الكتاب الحق. لذلك أيها الأحبة، أنا دعوني فقط أقرأ لكم حرفيا من هذا الموقع الفرنسي ماذا وجد العلماء. هذه الصورة أيها الأحبة التقطت عن طريق وكالة فضاء الأوروبية، طبعا ESO، والفريق اتخذ خطوة جريئة بتوجيه التلسكوب إلى منطقة محددة لأكثر من 140 ساعة. يعني هذه طبعا الصورة لا تراها بعينك، هذه الصورة التي رأيناها، هذه أيها الأحبة، هذه الصورة أنت يستحيل أن تراها بعينك. هذه نتيجة تسليط تلسكوب على منطقة محددة لمدة 140 ساعة متواصلة، وأخذ طبعا ملايين الصور وملايين الحسابات أجريت حتى قاموا برسم هذه الصورة. ولكن هذه الصورة حقيقية، لو قدر لأعيننا أن ترى بالتصوير البطيء لرأينا هذه الصورة، أو لو قدر لأعيننا أن ترى مثلا ملايين الصور المتتابعة، أن يحدث لدينا تجمد في الزمن أثناء الرؤية لرأينا هذا الشكل الحبك. انظروا كيف أن كل خيط من هذه الخيوط هو عبارة عن مجرات صغيرة. حجم المجرة يمكن أن يكون بحجم مجرتنا أو ربما أكبر. المجرة فيها 100,000,000,000 نجم. تصوروا يا الأحبة هذه النقطة الصغيرة، هذه مثلا النقاط الصغيرة. انظروا هذه الخيوط، خيوط كونية تنتشر وتتجمع هنا على شكل عقد في بعض المراكز، وينطلق منها هذه الخيوط، كلها خيوط كونية تدعى خيوط كونية عظمى. لذلك القرآن ينبئك بأشياء لا تراها بعينك. هذه قوة الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك يعني يقولون هنا 40% من المجرات التي اكتشفتها هذه الصورة ليس لها نظير في صور مرصد هابل المتوضع أيضا في الفضاء. طبعا هنا أيها الأحبة يعني يقولون استغرق الأمر 8 أشهر لتنفيذ هذه الحملة من المراقبة المستمرة والاستثنائية الحقيقة، وتبع ذلك عام من معالجة البيانات وتحليلها. يعني سبحان الله، أنتم 8 أشهر، 140 ساعة توجهون المرصد إلى السماء،
وثمانية أشهر من التصوير والتقاط الصور، ثم عام كامل لتحليل البيانات. وبعد ذلك وجدنا كما يقولون أن هناك خيوطا في الكون، خيوط مادتها المجرات. الخيوط تمتد لملايين السنوات الضوئية أيها الأحبة، كل خيط كوني يعني أبعاد كبيرة جدا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا أيها الأحبة يقولون كشف هذا الشكل عن عدد كبير من المجرات القزمة، مجرات صغيرة لم تكن معروفة في الماضي، عدد هائل في الكون. يعني نحن الآن نقول هناك 100 مليار مجرة في الكون، العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير أيها الأحبة. هذه المجرات القزمة التي اكتشفت حديثا، يعني انظروا إلى هذه الصورة الكونية الرائعة أيضا التي عرضها الموقع، صورة كونية رائعة فيها العديد من المجرات. هنا تظهر المجرات أيها الأحبة، يعني مثلا هذه هنا عبارة عن مجرة، هذه مجرة أيها الأحبة، وهذه مجرة، وهذه مجرة، ولكن هذه المجرات لا تظهر في الصورة السابقة في الحبق، صورة الحبق، إلا كنقاط صغيرة جدا. لذلك أيها الأحبة يعني الصورة الحقيقة كشفت أسرار كثيرة في الكون، وأكد العلماء أنها المرة الأولى التي يحصلون على صورة عالية الدقة لهذه الدرجة لشيء اسمه الحبك أو كوسميك ويب. وأنا لاحظت من خلال اطلاعي على الدراسات الحديثة والأبحاث التي نشرت حديثا حول هذا الحبك أنهم يستخدمون كلمة ويف حبكة، نفس الكلمة القرآنية. الآن أيها الأحبة عندما نعود إلى القرآن، إلى سورة الذاريات، ونجد أن الله تبارك وتعالى يقول والسماء ذات الحبك، يقسم هذا الإله، يقسم بمخلوقاته، والله يقسم بما يشاء عز وجل. والسماء ذات الحبك، كلمة الحبك هذه كلمة جديدة تماما أنزلت قبل 1400 سنة، لم تكن مألوفة بالنسبة للناس، كانت تستخدم في مجال النسيج، في مجال الخيوط، في مجال الثوب الكذا هكذا، حبك الثوب مثلا. أما أن تستخدم مع الكون، أول كتاب يستخدم كلمة الحبك لوصف السماء هو القرآن. واليوم العلماء عام 2021 يستخدمون نفس الكلمة ليصفون بها البنية النسيجية في هذا الكون. لذلك أيها الأحبة دعونا نقرأ هذه الآية قراءة تأملية تدبرية بعد أن تعرفنا على هذه الصورة الكونية الرائعة. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف مضطرب، يعني يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. الخراصون الكذابون الذين تشاهدونهم على مواقع الإنترنت يفترون على الله الكذب. وهكذا سلسلة من الآيات تصل بنا إلى النتيجة التي أراد الله أن نصل إليها. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآيات التي وضعها الله لكم أيها المشككون أقسم، قال فورب السماوات والأرض، فورب السماء والأرض إنه أي القرآن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كما أنك أيها الملحد لا تشك أنك تنطق، ولا تشك أني أنطق الآن أيضا، فإن هذا القرآن هو كلام الله الحق. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.